عايزين برضو ناخد تعليق حضرتك عليه. اتفضلوا يا جماعة. اتفضل يا دكتور. هو دي الطريقة اللي هي ده زرع بتاعت سنة واحدة. سنتين، انت كده بتفتح الجراحة البسيطة وبتحضر مكان الزرع. طبعا كل شركة بيبقى ليها يعني حاجات مخصوصة ليها. هو هنا بيشوف الاتجاه بتاع الزرع، فبيحط حاجة مخصوصة عشان يعرف هل هي مايلة لقدام مايلة لورا، عشان تبقى مرصوصة ما يحتاجش يزرع ويعمل تقويم مثلا. وبعد كده الناحية التانية برضو في نفس الوقت بيحضر مكان الزرعة. طبعا بيبقى في لازم يبقى في وجود ميه، بس هو الفيلم مش موضح ده. بيحط حاجه اتخن شويه هنا، اتنين وتلاته، ده قطر ال هو قطر كده ال بيعمل خطوط في العظم ذات نفسه؟ اه ما عشان كده بقول لحضرتك ان احنا دلوقتي بقينا الجايد لاينز اللي طالعه انك تخلع، يعني وهو بيخلع السنان دي المفروض، بس طبعا هي مخلوعه يمكن من زمان فخلاص، لكن لو هو بيخلع السنان دي دلوقتي بنحط الزرع في ساعتها، فما نحتاجش نعمل الكلام ده. لكن لو واحد خاله هنعمل ايه؟ فبنعمل الكلام ده هوت. بس عايز اقول حاجه برضو، الفيلم التوضيحي ده في الحقيقه ممكن يبقى اسهل من كده بكتير. لو العظم كتير قوي كده، في حاجه اسمها بدون عمليه من غير ما نفتح، لو يعني لو ما فيش مشكله مش لازم نفتح، تمام، وبنحط من خلال اللثه. وفي حاجات بتبقى اسمها زرعات قاطعه، يعني نفس الزرعه نفسها هي اللي بتخش، يعني انت بتخش بتدخلها وهي نفسها بتعمل مكان برضو، فانت بتعمل مره او اتنين، مش لازم 50 مره، مره او اتنين تحفر وبعد كده تقوم حاطط الزرعه. هو كده بيشوف لها الحجم، حجم هو الزرعه ذات نفسها. بيعملها واحده واحده علشان ما يحصلش حراره، تمام. فالعظم فيتاليتي عايز تحافظ على العظم يعني طبيعي، بحيث تمام. ان انت يحصل الالتئام للجرح ما بين العظم والزرعه. دي دي الزرعة؟ الزرعه وبيركبها في الـ بياخدها، طبعا هي معقمه وبياخدها بالطريقه دهيت، ودي اسمها روت فورم يعني شبه الجذر، وبيدخلها بالطريقه دهيت. ده مكان جذر السن بقى، او اه جذر. ودي قطرها 3 مللي. دي زرعه لو انت خدت بالك قطعه واحده، قطعه واحده، فدي بقت 3 مللي، لكن لو هي قطعتين احسن شركه عاملاها 3.3 من 10 مللي. تمام. الزرع ده بياخد وقت قد ايه يا دكتور؟ يعني ممكن المريض بيقعد مثلا في العمليه دي قد ايه؟ انا اقول لك على حاجه، يعني في زرعه ممكن تاخد 5 دقائق، وفي زرعه ممكن تاخد ساعه حسب هتحط عظم ولا لا. ممكن 5 دقائق، تمام، ممكن ربع ساعه، حسب انت في عندك عظم ولا مفيش عظم. وحط لها مؤقت في ساعتها، ده المؤقت. بعد كده بياخد مقاسات، دي حاجات بقى عشان ياخد بيها المقاسات، دي بتطلع في المقاسات، المقاس ده اللي هو العجينة اللي بتتحط اللي هيجيب بيها الطربوش الدائم بقى اللي هنحط عليه. وبعد كده هيوديه المعمل، وهيتعمل بعد كده السنتين والسنة اللي هما للزراعة. وبعد تركيبها المريض بيمارس حياته طبيعي، يعني يقدر يستعمل سنانه في الاكل وفي التقطيع والحاجات دي عادي، ولا بيبقى ليه بعد ثلاث اشتراطات اشهر معينه؟ بعد 3 اشهر. طب وفي 3 اشهر دول بيعمل ايه؟ لا، في الثلاث بيبقى اشهر تعليمات دولت ليه؟ المفروض ان هو بيبقى اكل طري ويبعد عنهم شويه بقدر الامكان، يعني ما يقدرش يستعملهم مباشر بصوره طبيعيه. لا، غير لو في احنا بنتكلم على الحاله دي، لكن في السنان اللي هي بتبقى راكبه كل الفك اللي كله فوق وتحت، طبعا بيستخدمهم، بس برضو بننصح باكل طري. عمر الزرعه دي قد ايه يا دكتور؟ يعني ممكن تقعد مع المريض قد ايه؟ ولا بنحتاج انا اقول نغيرها لك، بعد الوقت؟ يعني في حالات ريبورتد 30 سنه، 30 سنه الزرعه موجوده. احنا عندنا حالات بقى لها دلوقتي، يعني اللي شوف، طبعا انت عارف انك عشان تشوف المريض بتاخد منك يعني صعوبه، بس اللي بنشوفهم بالصدفه بقى لهم 9 سنين وبدون اي، يعني دي اللي انا فاكرها دلوقتي، حاله بقى لها 9 سنين بدون اي مراعاه خالص، عيان مسافر وما راحش خالص عمل اي يعني اللي هو تنظيف اللثه، ورجع بعد 9 سنين الزرعه لسه قدامها 9 سنين كمان، او على بالاهمال اللي هو انا شايفه قدامها 9 سنين كمان. حضرتك بتشوف عيان قبل الزرع مثلا تقدر تحكم على هنقدر الزرعه هتكون ناجحه او لا، سواء من سمك العظم او الزوايا او عدد فقد الاسنان، نقول هنا لا انت سيادتك تقدر تعمل زرع وتستفاد منه كويس،
واحد تاني يقول لا ممنوع او ما نقدرش نعمل زراعه هنا بشكل كويس؟ الاشعه المقطعيه